ولنقاش آخر التطورات في سهل نينوى يحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بك. حياك الله. وينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير العسكري والأمني محمد فوزي اللامي. نعم طبعا نرحب بالسيد محمد فوزي اللامي من برلين. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. تحية طيبة لكم سيدي والمشاهدين الكرام. حياكم الله، مرحبا بك. دعنا نبدأ معك أستاذ نظير، كيف نفسر ردة فعل الحشد الشبكي على قرار عبد المهدي والقيام بهذه الممارسات، إغلاق الشوارع بالإطارات وما إلى ذلك ورفض تنفيذ هذا القرار؟ يعني أنا أعتقد هذا الإجراء يعني الذي قام به عادل عبد المهدي بهذا القرار الجريء الذي أعتقد أنه أجرى قرار يتخذ عادل عبد المهدي منذ أن استلم رئاسة الوزراء، وذلك بسحب قوات الحشد الشبكي من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى. فحقيقة كان هذا الأمر مفاجئ جدا لميليشيات الحشد، ولم تعرف كيف تتعامل معه إلا بالتمرد. الآن نشهد تمرد حقيقي على قرارات رئيس الوزراء، والضحوكة التي كان يخدعون بها الناس ويخدعون الرأي العام على اعتبار أن الحشد هو جزء من المنظومة العسكرية ويأتمر بأوامر رئيس الوزراء على اعتباره هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما هي إلا أكذوبة ولا تجد آثارها على الأرض. بدليل أن الحشد الشعبي إذا لم يعجبه أمر القائد العام لقوات المسلحة فهم لا ينفذوه. الآن مثال حي على تمرد حقيقي، والتمرد ليس مدني، تمرد عسكري. هؤلاء المتظاهرين هم يقولون عليهم مدنيين وسكان المنطقة زورا، الحقيقة أنهم هم أعضاء من هذا الميليشيا ولكن بلباس مدني، وقد أغلقوا الشوارع بدون ترخيص، وكذلك تم الاعتداء على قوة رسمية عسكرية تابعة للجيش العراقي. في هذا الصدد بالحديث عن هذه النقطة ستبقى معنا، ننتقل إلى الخبير العسكري والأمني من برلين الأستاذ محمد فوزي اللامي. وانطلاقا من اعتراف البرلمان والحكومة بهذه الميليشيات كقوات حكومية، وكذلك بعد رفضها لقرار القائد العام للقوات المسلحة بسحبها، إلى أي مدى يتطابق هذا مع السياقات والأعراف العسكرية بالتمرد أو رفض القرارات؟ يعني سيدتي صراحة هذه الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، كانت متخبطة منذ البداية في جميع ملفاتها، وخصوصا ملف ميليشيات الحشد الشعبي. صدرت قرارات عدة وخصوصا بما يخص محافظة نينوى، وهنالك قرارات صدرت منذ فترة لسحب اللواء 30 اللواء الشبكي، وطلب أبو مهدي المهندس فرصة وأعطيه فرصة شهرين وانتهت هذه الفرصة ولم ينسحب هذه الميليشيات. اليوم نواجه بأن هنالك حقيقة هنالك تمرد عسكري واضح من هذه الميليشيات على قرارات ما يسمى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن المفترض اليوم إن كانت هنالك دولة أو حكومة حقيقية أن تنفذ القرارات الواضحة وقانون العقوبات العسكري المادة 29 ثانيا تنص على أنه يعاقب بالإعدام في حالة النفير من يحرض على تمرد قوات عراقية، إذا كانوا هم فعلا هذه المؤسسة داخل القوات العراقية وبقيادة القوات المسلحة القائد العام القوات المسلحة فينطبق عليها القانون العسكري، وهو أنه يعاقبون جميعا وتصدر هنالك قوائم بقادتهم بعصيانهم المدني وتتوجه هنالك قوات لمحافظة لحفظ الأمن. لكن نجد بأن هنالك حقيقة عدم رد حكومي واضح، مما يشير بأن هذه الميليشيات هي تمتلك سلطة أعلى من سلطة الدولة وتمارس دور أعلى من دور الحكومة. هذه النقطة سيد محمد تستحق أن نتوقف عندها، ودعني أتحول بالسؤال للسيد نظير. يعني ما تفضلتما به من رفض أو تمرد على هذا القرار بالإضافة إلى الممارسات على الأرض ورفض قرار القائد العام أو تنفيذ قرارات القائد العام للقوات، يعني ما مرجعية هذه الميليشيات إذا كانت ترفض قرارات القائد العام وترفض الانصياع وتقوم بهذه الممارسات على أرض الواقع؟
يا أخي أي قائد عام؟ يعني نحن نتحدث عن رئيس وزراء مسمى وليس له سلطة حقيقية على هذه القوات، بدليل كلام صالح الفياض يقول حكومة عبد المهدي نحن من نصبناها وشكلناها ونحن قادرون على إزالتها واستبدالها بحكومة أخرى. فالموضوع هو ليس هناك قائد حقيقي هو من يدير الوضع العسكري في العراق، وهذه الميليشيات تأتمر بأوامر قادة هم راجعين إلى الأجندة الإيرانية. اليوم قيس الخزعلي يخرج لنا بتصريح بأن يجب على رئيس وزراء العودة بقراراته بسحب هذه الميليشيا، وقبلها كانت هناك تصريحات لقادة ميليشيات برفض هذا القرار. هل تعتقد أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة وهي تعرف أنها ستتراجع عنها مرة أخرى؟ نعم، أنا أعتقد يعني عادل عبد المهدي كان مضطرا لمثل هذا هكذا قرار. أنت تعرف أن قائد هذه الميليشيا هو الآن تحت طائلة العقوبات الأمريكية حاليا، ووضع يعني سياسيا وضع مقلق، لذلك هو يتعمد يعني مضطر للتعامل مع هذا الوضع الجديد بهذه الطريقة. لكن أنا أقول يعني عادل عبد المهدي لم يستطيع أن يحرك ميليشيا من الحشد في منطقة سهل نينوى، وهذه الميليشيا تعتبر من الميليشيات الصغيرة قياسا بالميليشيات الأخرى. فكيف الحال بميليشيا مثلا ميليشيا بدر؟ كيف الحال إذا أمر ميليشيا حزب الله بالخروج من جرف الصخر؟ كيف الحال بميليشيات أخرى كميليشيا قيس الخزعلي وغيرها؟ نحن الآن يعني مع اختبار حقيقي لسلطة عادل عبد المهدي، وأعتقد أنه سيفشل في هذا الاختبار. اليوم سمعنا بأنه حرك 3 ألوية من الشرطة الاتحادية من كركوك لفرض الأمن في منطقة سهل نينوى، لكن ما أعتقد أنهم غير قادرين على إخلاء هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا ستفرض ما تريد على رئاسة وزراء والجيش العراقي. هناك حقيقة تقزيم لدور الجيش العراقي وتخوين له وجعل يعني الحشد الشعبي أفضل منه، وبالتالي استبداله بالحشد الشعبي على اعتباره أنه هو الحامي لهذه الدولة وهو الأقوى وهو الذي دفع التضحيات، وتهميش الجيش العراقي كما هو الحال بالضبط مع النظام الإيراني. في هذه باعتباركم توصلتم لهذه النتيجة عن الهدف الحقيقي من وراء هذه الفوضى الحاصلة في سهل نينوى، أستاذ محمد إلى أي مدى تتوافق مع وجهة النظر هذه بأن الرسالة والهدف الحقيقي لتواجد أو رفض هذا القرار في منطقة سهل نينوى من خلال الفوضى الحاصلة هناك هي الحفاظ على السلطة وعدم الرضوخ لقرارات حكومة عبد المهدي؟ يعني سيدتي اليوم هذه الحكومة الموجودة حكومة عبد المهدي بصراحة تمر بأزمة، وخصوصا تمر في اختبارات مع ميليشيات الحشد الشعبي، فبالتأكيد اليوم قد تكون هذه الشرارة يعني هي بداية إلى إسقاط هذه الحكومة. بالتأكيد طبعا إذا استمرت هذه الفوضى وإذا استمرت هذه عمليات المناوشات بين هذه الحكومة وبين هذه الميليشيات، فهذه الميليشيات هي تمتلك أذرع سياسية كبيرة، تمتلك أكبر كتلة في داخل البرلمان، فبالتأكيد سوف تسعى إلى إسقاط هذه الحكومة. لكن نحن نعرف جيدا بأن هذه الحكومة اليوم هنالك هي عليها ضغوط أمريكية فيما يخص هنالك الجبهتين الإيرانية والأمريكية، الأمريكان يضغطون بدورهم، الإيرانيين يردون بدورهم، فنحن لا نستطيع أن نخرج هذا ما يحدث اليوم من السيناريو الجبهتين الأمريكية والإيرانية في النزاع الحاصل. العراق محطة مهمة جدا لكلا الطرفين الأمريكان والإيرانيين، فبالتأكيد سوف نشهد يعني قد نشهد يعني أيضا إثارات أخرى، قد نشهد نزاعات أخرى ما بين الطرف الحكومي وطرف هذه الميليشيات في مناطق أخرى. يعني لا أعلم بالتأكيد بأن الحكومة يعني قادرة على أنه حل هذه الأزمة، خصوصا بأنها يعني مع فصيل صغير جدا، فبالتأكيد أن الموضوع ليس بالموضوع السهل. إذا استمرت هذه الاستهدافات وإذا استمر الضغط الأمريكي على هذه الحكومة، والمطلوب منها أنه تؤدي يعني قرارات وتؤدي عمليات كثيرة، قد تضطر إلى أنه تتخذ قرارات سحب الميليشيات من مناطق أخرى، وبالنتيجة سوف يؤدي إلى تصعيد أكبر ما بين هذه الميليشيات وما بين هذه الحكومة. عادل عبد المهدي غير قادر على هذه المواجهة، لا توجد لديه كتلة برلمانية تدعمه، بالتأكيد موقفه السياسي ضعيف جدا، واليوم نحن نشهد حقيقة حكومة على المحك في هذا يعني في هذا الاشتباك.
شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والأمني محمد فوزي لامي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، ويبقى معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري في الأستوديو. برأيكم أستاذ، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة سهل نينوى التي جعلت الحشد الشبكي يتمسك بهذه المنطقة تحديدا؟ يعني ظهرت تقارير كثيرة، خاصة بعد أن أطلق عادل عبد المهدي قراره بسحب هذه الميليشيا من تلك المناطق، عن حقيقة تمسك هذه الميليشيا بهذه المنطقة. كما تعلمين أن المكون الشبكي هو جزء أيضا من مكونات التي متواجدة في الموصل، لكن ما يحدث الآن هي عبارة عن مافيا كبيرة يقودها وعد القدو اللي هو مسؤول هذه الميليشيا، والذي تعرض إلى عقوبات من الخزانة الأمريكية بسبب فساده وعملياته التي كان يفعلها في المنطقة، بالإضافة إلى أخيه الذي هو نائب في البرلمان، إضافة إلى النائب الآخر قصي عباس. عبارة عن مافيا كبيرة لاستغلال هذه المناطق وفرض الإتاوات واستلام يعني المقاولات والسيطرة اقتصاديا على هذه المنطقة بشكل كامل. هذا يعني أن الآن نحن أمام ليس ميليشيا مسلحة فقط فحسب، إنما الآن نحن أمام مافيا يعني مالية. الآن العصابات بشكل واضح تقاتل الحكومة، هي تدافع عن مصالحها، مصالح بالمليارات، مصالح لا يمكن أن تتنازل عنها. الآن نرى موضوع محاربة الفساد، هل عادل عبد المهدي قادر على أن يحارب الفساد المتواجد في ميليشيا صغيرة من ميليشيات الحشد؟ فكيف بمافيات الفساد الأخرى؟ هذه قوة الفساد الحالي الآن في العراق. نحن يعني نتعرض إلى حكومة تسيطر عليها هذه العصابات، لا يمكن أن تتخلى عن مصالحها بهذه السهولة، وستدافع عنها بأكثر ما تمتلك من قوة. وبالنسبة لوعد قد لسان حاله يقول ليس لدي ما أخسره، أنا الآن متعرض إلى عقوبة من أكبر دولة بالعالم هي الولايات المتحدة، فماذا يعني عادل عبد المهدي أن أكون يعني في خصومة معه؟ هو يمهد إذا ما خسر هذه المعركة أمواله يحولها إلى إيران، كما هي حال معظم مزيد من الوقت. الآن قادة الميليشيات وقادة مافيات الفساد يحولون أصولهم المالية إلى إيران، خشية من إصدار عقوبات جديدة بحق شخصيات جديدة. نعم، اسمح لي بسؤال أخير. يعني أنت قلت في البداية أن الحكومة على ما يبدو أنها بدأت مع هذه الميليشيا لأنها أقل الميليشيات قوة وحضورا في الساحة العراقية بالنسبة لميليشيا بدر مثلا أو حزب الله. هل تعتقد أن الحكومة تحاول أن تجرب حظها مع هذه الميليشيا، وبالتالي إذا فشلت تتوقف عند هذا الحد، أم أنها قد تنجح في هذه المهمة؟ يعني أنا ما أتوقع وليس لدي إثبات على كلامي، لكن هو بإطار التحليل. عادل عبد المهدي هو ليس هذا القرار نابع من شخصيته كشخصية، هو الرجل يحاول أن على كلام العراقي تشفى الشر، لكن هذا أنا أظنه إحدى ما تطلبه الولايات المتحدة من عنده في يعني إطار الصراع الآن المتواجد ما بين الأمريكان وما بين إيران على الساحة العراقية. ففرض عليه هذا القرار واتخذه على استحياء، بدليل أن الآن الفوضى تعم سهل نينوى، وبعض النواب يقولون أن عادل عبد المهدي تراجع عن قراره، والبعض الآخر يقول لا، لحد الآن مصر على قراره، ولم يخرج علينا بالتلفاز ليبدي موقفه بأي اتجاه، يعني لم يخرج الآن ليعالج هذه المشكلة. نحن أمام تمرد، ولحد الآن لم نسمع تصريح لرئيس الوزراء الحالي. دليل على نعم، ربما الأيام القادمة تحمل كثير من المعلومات حول هذا الموضوع، وتؤكد ما ذهبتم إليه الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. شكرا لك. حياكم الله.